يا مساء الفل، يا مساء الخير، يا مساء البهجة، يا مساء السعادة على كل حبايبي اللي بيتفرجوا علينا النهاردة. ورجعنا لكم في حلقة جديدة النهاردة، يا رب تعجبكم يا رب. علشان الإنسان مننا يعيش في جو جميل لازم يكون بيته جميل، لازم يكون يشوف كل حاجة حواليه تكون حلوة وجميلة، وده طبعا بيتوفر في الديكور الكويس. فنرحب النهارده بضيفي اللي هيخلي حياتكم جميله وديكور بيتكم اجمل واجمل، باشمهندس ابراهيم احمد، مدير شركه اتش دي ارت للتشطيبات والديكورات. اهلا بيك يا استاذ ابراهيم. اهلا بحضرتك. انت منورنا ومنور قناه الصحه والجمال، وان شاء الله يبقى وشنا حلو عليك وتبقى وشك حلو على المشاهدين كمان بامر الله. ان شاء الله ان شاء الله. ممكن تكلمنا النهارده على شركه اتش دي ارت للديكور والديكورات؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاول معاكم المهندس ابراهيم احمد حسن، صاحب شركه اتش دي ارت للتشطيبات والديكورات الحديثه. طبعا من اهم اعمالنا اللي قمنا بيها او اللي بنهتم بيها دايما للعملاء، بنقوم بديزاين كامل للعميل قبل التشطيب. بيروح معانا فريق عمل كبير بيعمل وجهه نظر للمكان نفسه، ومن اساسها بنقوم بعمل ديكوريشن كامل للمكان قبل التنفيذ. جميل. طب هل العميل بقى لما قبل ما يجي لك بيبقى في دماغه فكره معينه، في دماغه ديزاين معين، ولا انت اللي بتعمل كل حاجه بنفسك؟ لا طبعا بنقرا افكار العميل قبل اي شيء، قبل ما الديزاينر نفسه ينفذ اي شغل. لازم بنقرا افكار العميل، وبيبقى ليه برضو مقترحات. اللي بيروح يعمل معاينه للمكان نفسه مهندس معماري او مهندس ديكوريشن بيعرض افكاره بينهم وبين بعض. يعني العميل مش بيصمم على وجهه نظره لوحده، ولا انت بتختار له كل حاجه لوحده؟ ما ينفعش انا اختار لوحدي، وما ينفعش هو يختار لوحده. طب بالنسبه بقى للكالرز، الالوان نفسها، انت مثلا تقول له اللون ده ما يتش مع بعضه، السجاد لازم يكون كذا، الفورنيتشر تكون ولا انت اللي بتعمل تصميم كامل للالوان؟ تنسيق الالوان بيبقى بيني وبين العميل. انا بدي له وجهه نظري، وفي الاول وفي الاخر بيبقى الفكر للعميل نفسه وليس انا. وليس انت. انا بدي له ديزاين واقول له مثلا لو محتاج سيمبل، محتاج الالوان بتاعتك تنسيقها 1 2 3، انا بعرضها عليه مجرد عرض، لان في الاول وفي الاخر ده مملكته هو، انا ماليش فيها شيء. طب انا علشان اصمم ديكور شقتي ياخد مني تايم قد ايه؟ كديزاين للريسبشن او الليفنج روم او غرف النوم. كله شقتي انا هو كده اديتك المفتاح وقلت لك تعالى بقى اعمل لي الشقه بتاعتي. هو اول حاجه بنرفع مقايسه للمكان كامل. تمام. واجباري بيطلع مهندس من عندنا، طبعا المعاينه مجانا. بيطلع مهندس من عندنا للعميل بيرفع مقاسات، اذا كانت شقه او فيلا بنرفع مقاساتها. طبعا في اخطاء كتيره قوي من العملاء بنقع فيها معاهم، اللي زي هو فكرة ايه مثلا؟ حضرتك فكرة ان كل واحد بيجيب ديزاين معين من النت او حاجة زي كده، وعايز ويجي شبه يعرضها، ده عايز ده. يعرضها على نفس المكان بتاعه. فاجباري اذا كان مكانه مستطيل او مربع بيفرق معانا في الديزاين، كديزاينر ما يقدرش ينفذها. جدا. حتى لو الاوضة اكبر من الاوضة ما ينفعش مع الديزاين. تمام. ده بيضيق، وانا عارف ان الديزاين ده مثلا ياخد مساحة كبيرة وبيوسع الاوضة، لازم تديله وجهة نظرك وهو بيصمم الديكور بتاعه. تمام. لازم تمام. اجباري انا بعرفه، لانه في بعض العملاء برضه بيقعوا لنا في نفس المشكله ويقولوا يا باشمهندس بعد اذنك احنا عايزين ننفذ اللي انا حضرتك بلغتك بيه. فاجباري بيطلع معاه مهندس معماري. السبب الوحيد ان انا برفع مقاساتي، طبعا بيبقى في كيرف عمود ظاهر، اكس عمود ظاهر بره. الديزاين اللي هو محتاجه مثلا للاسف ان هو بيعتمد اعتماد كلي على النت، فبيجيب اي تصميم من هناك ويقول انا بعد اذنك انا عايز نفس التصميم. انا بديله. بس هل في امكانيه ان انا انفذه نفس التصميم لو المكان يسمح والابعاد كويسه يسمح ان انا اعملها بالظبط؟ لو المكان مساحته وابعاده بالنسبه ليا كديزاينر موجوده معايا في السكتش او الماكس اللي انا بنفذ بيها كبلوكات، ولما اجي اعمل بانو بتاع الجبسن بورد او حاجه منسق معايا، بديله وجهه نظري وبقول له 100% لازم ده يتنفذ. تمام. ده في المنطلق الوحيد اللي انا بفرض بالمهندس المعماري او المهندس الديكور بيفرض سيطرته في الوقت ده على العميل، هي مساحه المكان. مساحه المكان. في واحد بيبقى عايز ان البانو بتاع الجبسن بورد مثلا مربع، في بيحتاج دوران، فالاشكال ديت بتفرق معايا في العرض والطول بتاع الريسبشن، المساحه بتاعتها نفسها. طب هل بقى الكوستس، التكلفه بتاعه الديكور، هل بتبقى كلها متساويه زي بعض؟ يعني انا مثلا شقتي 90 متر. تمام. عايزه اشطبها تشطيب فاخر، هتبقى هي نفس التشطيب بتاع الشقه الاوسع كده؟ اكيد 100% بتفرق كتير طبعا. ايه اللي بيفرق؟ اللي بيفرق الماتيريال. الماتيريال نفسها. بس عندنا بندين طبعا، احنا عايزين نتكلم على البنود. اهم شيء بالنسبه للتشطيبات والديكورات، اهم شيء العوامل المدفونه تحت المحاره.
اللي هي ان احنا بنعتمد عليهم اعتماد كلي، اللي هو اعمال الباور كهرباء والسباكه. ده اجباري سيان عندنا في التشطيبات، بنود مثلا ب 1000 جنيه للمتر المربع المسطح بتاع الفيلا. حلو، 1000 جنيه ده في متناول الجميع. متناول الجميع طبعا. برافو، 1000 جنيه يا جماعه ممكن تبدا بيه تشطيب سعر المتر بتاع شقتك طبعا، هتلاقيها جميله باقل حاجه. ده اللي يهمنا النهارده، ان المواطن يعرف ما حدش يضحك عليه. انا ما اروحش المهندس ديكور يقول لي لا ده هيكلف المتر 20000، انا بسمع ارقام فلكيه في الموضوع. لا، بيبدا عندنا المتر ب 1000، ده اللي هو تشطيب السوبر. طبعا الاعمال بتاعتنا اللي بنقوم بيها السباكه، بالنسبه للسباكه والباور ده ما فيش فرق بين ال1000 او 2000 او 1800، ده اجباري لازم بنعمل الاعمال دي، لان اعمال الباور طبعا اهم بندين في التشطيبات، الباور والسباكه. لان بيقوم عليه اعمال الباور، توزيع القوه بالنسبه للتكييفات، وبراز القوه بالنسبه للمطابخ والحاجات دي. دايما بعتمد يا جماعه، انا مش بحدد شركه معينه، بس انا صراحه في الباور والاسلاك بعتمد على السويدي، لان شركه محترمه جدا جدا وحاجه كواليتي بتاعها عالي جدا. بالنسبه لاعمال السباكه، سيان ابو 1000 او 2000 او 3000 جنيه بعتمد عليه اعتماد كلي في موضوع اكوا سيرم او راك سيرم. صراحه دول شركات محترمه جدا. تمام. حتى احنا كده عملنا لهم اعلان كده، ينفع كده؟ لا ما ينفعش، بس ده كده هم انبسطوا مننا النهارده. لا طبعا، علينا وعلى راسي بيهم. احنا بنشجع اي حد بيعمل كواليتي عالي. طبعا، اي شركات تشريف وشركات تانيه يعني ما شاء الله عليهم، بيعمل حاجه كويسه فيستاهل ان هو يتكلف بيها. الشركات بتقوم بضغط الميه عندنا، بالنسبه للسباكه بيجي واحد من الشركه نفسها بيضغط لي الميه، وبيديني شهاده ضمان 10 سنين ضد عيوب الصناعه او اي عيوب متواجده في الحمامات. لان لو لا قدر الله لو حصل اي شورت في الحمام، بتيجي الشركه بتعمل لك جميع الاعمال كامله، وبتسلمك الحمام على نفس المودرنج اللي موجود فيه السنه. برافو. فده الميزه الكويسه في السباكه، ده ما تفرقش معايا في ال1000 او 2000 او 3000 جنيه. احنا اعلى حاجه عندنا في بنود التشطيب بيوصل المرحله بتاعتها ل 2400 جنيه. ده حاجه اسمها هاي سوبر لوكس. هاي سوبر لوكس. طبعا، يعني محدش يعدي الليميت ده. لا، ما بنعديش الليميت ده صراحه. طب كويس جدا، كويس. انا بسمع اسعار زي ما قلت لك فلكيه، ومهندسي الديكور بيبالغوا جدا جدا لما اي حد يطلب منهم. هم زمايلنا وعلى راسنا. طيب انا دلوقتي اديتك مفتاح الشقه واخترت الديزاين معاك واتفقنا عليه، تاخد وقت قد ايه علشان تخلص الشقه؟ التايم عندنا حسب رغبه العميل. لو الشقه على المحاره بتفرق معايا الوقت، بس اهم حاجه في شقق كتيره جدا بنقع فيها، اللي هي موضوع المحاره. الناس لما تيجي تستلم حاجه اسمها نص تشطيب، لما نيجي نستلم المحاره ما شاء الله بنلاقي بالسنتي والسنتي ونص والاتنين سنتي في قلب المحاره. تبتدي تعالج الموضوع لازم ده. لازم اعالجها اجباري. لو زادت عن 2 سنتي اجباري لازم انزل المحاره كلها. كلها بتاعت الشقه كلها؟ طبعا. لانها بتفرق معايا في الديزاين، بتفرق معايا في التشطيب، في الخامات، في الماتيريال، بتفرق في كل شيء. لما يجي العميل يستلم شقته او فيلته، بيلاقي في ريجه موجوده زي نظام موج بحر في الحوائط. ده من طبعا ده مع الاناره، مع الماتيريال الاناره، اذا كانت الاناره بانل او ورم، فبتفرق معايا جامد قوي. اول ما اجي انور بتلاقي في نظام موج بحر موجود في الحوائط. دايما المحار الصناعيه يعني هم حبايبنا وكل شيء، بس مشكلتهم حسب الشركه اللي هي شغاله فيه، اللي هم متفقين معاهم بتديهم الاوردر بالاوامر، بياخدوا حاجه اسمها الاوردر بالمتر. فبيفرد باي شيء وخلاص، وبيقد. المفروض ان الاده تلف معايا زاويه 360، لا للاسف اللي بيقد بزاويه 90 بيجي كده بس درجه. وما لو طبعا لو قلبت الاده اجباري بيفرق معاكي سنتي وسنتي ونص في المحاره، فده العقبه دي بتفرق معانا كتير قوي بالنسبه للنقاشه. طب ايه المشاكل ممكن تقابلها في البنود؟ ايه المشاكل غير المحاره؟ احنا اتكلمنا في المحاره. ايه المشاكل غير المحاره مثلا؟ انا هو البلاط البورسلين يا جماعه، بالنسبه لمصر عامه، او البلاطه العاديه اللي هي 60 في 60، اجباري بيحصل فيها بنلاقي فيها فرق ملي ملي ونص، فلازم نفتح مسام اللحام. في ناس كتير قوي بيقولوا لنا انا اجباري لما بروح اشتري بلاط، اذا كان مظلوم او كليوباترا او اي شركات تانية بالنسبه للبلاط، بعرف العميل اول حاجه، لان المشكله دي بتقع معانا كتير جدا مع العملاء. وانا بمضي العقد، لو هو مختار البلاطه نفسها، بمضي لصاحب الشقه او صاحب الفيلا بان انا غير مسؤول عن الملي والملي ونص اللي موجود في البلاطه، لان ده عيب بلاطه. انا ليا ان انا اسلم اكس البلاط، اللي هو الاكس المربع بتاع البلاطه اللي زي كده، لازم اسلمه بيها. لكن الفرق الملي والملي ونص ده اجباري في جميع البلاطات. علاجي فيها ان انا اقدر افتح المسام بتاعتها
عشان اداري عيب الملي او الملي ونص. والملي ونص ده ولازم يكون بنفس الدرجه ونفس الكالر، ولا ممكن املاها بكالر تاني؟ لا، هو بديله نفس الدرجه ونفس الكالر، عشان ما يحسش الفرق كده، عشان ما يحسش بالمسام بتاعتها. البلاطه لو زادت عن 60 في 60 بيظهر اجباري معايا الملي والملي ونص والاتنين ملي. لكن البلاطه لو 60 في 60 بقدر اعالجها وبتتم معايا كويسه. تمام. طب انا عايزه اخلي جو الشقه بتاعي مريح، يعني عايزه كده ايه الالوان اللي ممكن اختارها او الديزاينات اللي ممكن اختارها اللي تخلي اجواء شقتي فيها راحه نفسيه؟ انت طبعا عارف اما بتدخل اي بيت يقول لك البيت ده كئيب، لا لا لا، او البيت ده الله ده مريح جدا للعين وللنفس. والله هي بتفرق من عميل لعميل صراحه، يعني حسب ذوقه بقى. في عميل يختار بقى طبعا. في عميل انا مثلا كديزاينر او مهندس بنفذ ماتيريال او براندر شيء حاجه على الجهاز عندي، بوري له افكاري من ناحيتي انا او من ناحيته هو، من حيث الصور اللي هو عرضها عليا. للاسف احنا معظمنا هنا بنقلد، بنجيب الصور تقليد بقى، كوبي من اي حاجه وخلاص، من اي شيء. يعني انا في قريب جدا كنا شغالين في فيلا، فالاماكن بتاعتها الدوبلكس والحاجات ديت مش منسقه مع الالوان بتاعته اللي هو ايه طلبها. فجيت في الاول وكلمته قلت له والله الامر 1 2 3 المفروض نعمل كذا وكذا. مهندس التصميم دخلته عندي ووقف على الجهاز، قعد على الجهاز، وزعنا البلوكات بتاعتنا، وزعنا كل اضاءتنا. بعد ما خلصنا خالص الفيلا للاسف غير جميع الوانها، لان مفيش تنسيق في الالوان. مفيش تنسيق، تحس ان في صداع ودوشه وعصبيه لما تدخل تلاقي الكالر كلها فظيعه كده. تمام، صح كده؟ صح. طيب قول لي بقى انت بتختار احدث التصميمات ازاي اللي موجوده عندك الجديده؟ والله كمهندس تصميم احنا عندنا مرتبطين ببلوكات كل دقيقه. طبعا احنا متواجدين على النت 24 ساعه، فبننزل بلوكات كتيره من الجديده احدث حاجه العالميه. طبعا. 2019 كل طبعًا. حاجه جديده. حلو ان الواحد ينوع ويطور في نفسه طول الوقت. اكيد اوريدي، اكيد. عندنا كل مهندس يعني زي نظام فنان بيحاول ان هو يظهر نفسه في اي مكان. اصل دي لوحه فنيه، انت بتظهر بيها جمالك وعبقريتك وابداعك. كل ما تبقى جميله ومتناسقه وبالملي كل ما ده كان حلو في وشك، صح؟ قدام العميل طبعا. طبعا. عندنا اهم شيء في التشطيبات تنسيق البنود اللي بنهتم بيه دايما، تنسيق البنود. في ناس في مدارس، يعني هنقول فرق بين المهندسين والمدارس، دي مدارس كل واحد له مدرسته اللي شغال كل بيها. واحد ليه مدرسته وبيهتم بيها. يعني في واحد في الاول لما يجي العميل يتصل بيه، السلام عليكم يا باشمهندس، حضرتك مهندس ديكور، عندي مثلا فيلا عايز اشطبها او حاجه، اول حاجه بنهتم بيها ان انا بقول له الاجباري لازم معاينه. ما ينفعش ان انا اخد من صوره او الحاجات اللي هو صورها لي، لازم انا كمهندس اخرج، يخرج عندي فريق مهندس. مهندس يخرج يرفع معاينه للمقاسات كلها، يعرف اماكن الشبابيك فين، لو في جدار حيطه اقدر اشيله، اقدر اعمل له ليفنج روم، لو المطبخ مثلا ضيق. بيبقى المهندس دايما بيقرا افكار للعميل وبيديله برشده الطريق الصح بالمعاينه المبدئيه دي. فطبعا احنا كشركه اتش دي ارت عاملين اوريدي للجميع المعاينه مجانا. الله، ده اللي انا كنت عايزه اسالك فيه. برافو عليك. انا كنت عايزه اقول لك المعاينه دي في ناس بتطلب فيها مبلغ مثلا من المال، انا هاجي اخد مقاسات الشقه وهصورها فيديو وهرفع المقاسات وخد مبلغ اولاني مبدئيا كده من غير بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لا، اكيد لا. لكن احنا عايزين نقول للناس لا، انت بعد ما الديزاين يتصمم ويعجبك والكلر والالوان بتاعته تبقى حلوه جدا، طبعا ادفع بقى الرسوم. انت فاهمني؟ ده اكيد. طبعا بعد ما نتفق، احنا دايما معتمدين في اتش دي ارت على 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 حاجتين، ده اساسي، ان انا بقوم بالمعاينه ده اجباري، بيقوم مهندس على على احدث يعني احدث صيحه، طبعا احدث صيحه بيخرج، مش بخرج اي مهندس، لا بالعكس، انا كصاحب شركه انا اللي بقوم والله 99% من معظم المعاينات انا اللي بقوم بيها. الله يكون في عونك. فاهم حاجه انا عايزه اقول لكم ان الباشمهندس ابراهيم لما باجي اكلمه في تليفون علشان اي تصميم على طول بره، بيشتغل ال 24 ساعه في ال 24 ساعه، ربنا يديله الصحه يا رب. ربنا يحفظك ويبارك. طيب امتى بقى اقول للعميل كل الديزاين اللي انت اخترته ده غلط؟ في حاله رفع المقاسات ودايما اكسات العمدان. ممكن في عميل بيجي يقول لي انا عايز اشيل الجدار ده، الجدار ده اكس عمود اجباري الف باء، عندنا ممنوع، ممنوع لمس أي خرسانات. عمود. الخرسانات دي ممنوع نهائي ان انا المسها. طب الجدار اللي هو اختاره لو جينا كشفنا عليه كمحاره او لسه على ما ينفعش يتشال. فهو ده حاجه قانونيه لازم اقول له لا، ما ينفعش ان انا افتح فيه. انا ممكن ادي له وجهه نظري من ناحيه الريسبشن، اقول له مثلا المفروض نعمل كذا، نوسع في مساحه المطبخ، نقدر نقلل من مساحه الريسبشن مثلا، ناخد متر متر ونص، نقدر نوزعه في مكان تاني. التوزيع والتنسيق بيبقى مع المهندس والعميل.
بين الاثنين مع بعض، بين الطرفين طبعا. ما طب ايه اغرب اغرب عميل جالك وطلب منك حاجه غريبه او واو او حاجه يعني شاذه كده الواحد ما ينفعش؟ يعني قصدك يعني كتير حاجه جداً. حاجه مجنونه كده كتير جدا. زي ايه مثلا؟ واحد كنا شغالين في فيلا، هنذكر هي على لا مش هنقول اسامي، احنا نقعد بلا اسماء. طبعا كنا شغالين في فيلا واجبرني ان انا لازم افرغ كاميرا. سقوط الكاميرا كان حوالي عن 60 سنتي، فاجبر الصناعيه ان احنا بعد ما طبعا احنا قمنا له باعمال الكهرباء وقمنا باعمال السباكه، وكنا بادئين ان احنا نبدا ندي حاجه. انا قلت لك دي مدارس، في مدرسه بتقوم بعمل بتدي سيلر وسكينتين معجون علشان بعد ما نيجي نبلط ما نعملش مشاكل في البلاط او حاجه زي كده. تمام. وفي ناس بتقوم بتقول لك لا انا هبلط الاول، اعمل سيراميك، اقوم باعمال الاول السباكه والكهرباء التاسيسات ككل، الحلوق والمحاره، وبعد كده ابدا السيراميك. انا مدرستي غير كده خالص، انا بقوم بعمل الاول السباكه واركب حلوقي والكهرباء، وبعد كده بخش في بند المحاره. ده لو ما كانتش الشقه متمحره. متمحره من الاساس. طبعا. وبعد كده بقوم بعمل الجبسن بورد واسحب سيلر. طبعا السيلر ده يا جماعه ووتر بروف كامل، للاسف احنا مغيبين عنه جامد. في ناس كتير قوي بتقول لك لا ده حاجه مكلفه وما لهاش لازمه، لا بالعكس، ده هي بتسحب الرطوبه من المحاره. وبعد كده بقوم بعمل الجبسن بورد اجباري قبل البلاط، لان مشاكل الجبسن بورد بالنسبه للسلالم والسقالات بتاعتها، طبعا الحركه موضوع الاحتكاك والبري بالنسبه للبلاط، فده بتبقى عقبه لينا، فانا ما بحبهاش خالص. بحب ان انا اقوم باعمال بنودي كمدرسه، قايم واحد اثنين ثلاثه. في ناس بتقوم بغير كده، وده برضو طرق صحيحه وسليمه، مش هنقول ان هي طرق مش سليمه، بس كل واحد حسب فكره وحسب وضعه للعمل بتاعه يعني. اكيد طبعا. طب هل تشطيب الشقق بيفرق عن تشطيب الفلل؟ اكيد طبعا 100%. بيفرق في ايه؟ بيفرق في الماتيريال، في الجوده، في ايه؟ هقول لحضرتك حاجه، هو عندنا نوعين من التشطيب، المودرنج والكلاسيك. معظم الفلل بتقوم على الكلاسيك، نسبه يعني 80% بتقوم على الكلاسيك، ما بتقومش على المودرنج. الشقق طبعا اختيارات كتيره جدا. ممكن اعمل مكاني مكان راقي جدا وجميل، بس مش هقدر اديله المنطلق بتاع الفيلا. لسبب واحد بس، انا عندي مساحه الفيلا اقل مساحه بتبدا معايا في 220 متر، الشقق بيبدا معايا من 90 متر، وانت يعني 90 100 110 170، فاجباري عشان اقسم الريسبشن بتاعي مش هيديني المنطلق بتاعي اللي انا مثلا بعمل في ريسبشن 70 متر كامل او 80 متر، زي ريسبشن حوالي عن 45 متر او 30 متر. طبعًا. فده الفرق اللي بين ده وده، بس الكواليتي والجوده ممكن اطلعها زي الفيلا بالظبط. تحس ان الشقه دي تحس انت داخل فيلا. طبعا. زي المملكه بالظبط. بس هل السيراميك بقى بيفرق في التشطيب من مكان لمكان؟ لازم مثلا المواصفات للسيراميك تبقى معينه، درجات لون معينه، ولا كل السيراميك زي بعضه؟ لا ما ينفعش حاجه اسمها كل السيراميك زي بعضه. حسب الالوان طبعا، الكلر بتاع العميل نفسه. انا بقول له انت ايه الالوان اللي انت يعني، دايما بحب اقرا افكار العميل الاول، لان ما ينفعش ان انا اشتغل بدماغي، ولا ينفع على العميل برضه هو جايب مهندس. انا جاي هو الكلمه المعتاده اللي هو بيقولها، انا جايب مهندس ليه؟ عشان انا اختار لك كل حاجه. فالكلمه دي لازم يتحط تحتها مليون خط. انا اجباري باخد العميل وبقول له مثلا الوان، والله طب باشمهندس رايك ايه؟ انا رايي في المكان ده ممكن نعمل كافيه، ممكن نعمل جنب قطيفه، نشتغل شغل تجليد بالنسبه للحوائط، نعمل رسمه 3 دي كويسه. انا عايز اعرف بقى الحاجات دي، انا شويه ممكن ما اعرفش فيها قوي يعني، اشوف مثلا الديكور ده اقول ده عباره عن ايه، انا ما يعني ما اقدرش اميز الموضوع ده قوي. احنا شغالين 99%. انا بحب جدا جدا بعشق حاجه اسمها خشب. الخشب في الديكورات صراحه يعني، مع ان ده طراز قديم جدا بس بقى موضه دلوقتي. لا ما هو دلوقتي السي ان سي وحاجات شغل كبير قوي يعني، تجديد الحوائط بالنسبه ليها، لزق القشره، الشغل اللي هو الماتيريال العالي قوي في بالنسبه للخشب في التجليد والحاجات دي. في الحيطه تتعامل بالخشب طبعا. في شغل طبعا 3 دي نازل، الماتيريال الجديد اللي هو خامات عاليه جدا، اللي هو بيقوم منها مراحل الارضيات زي الايبوكسي. وطريقتها طبعا للاسف ان احنا يعني 80% من صناعيه الايبوكسي ما بيعملوهاش زي الالمان ما بيعملوها بالظبط. هي ليها ماده سيلر ايبوكسي ووتر بروف كامله بتتعمل الاول، وبعد كده بيجلخ الارضيه بنظام صاروخ كده، لو الحمامات والحاجات ديت، الاشكال اللي انتوا يا جماعه بتشوفوها دايما في التلفزيونات والحاجات ديت اللي هو مناظر ال 3 دي، بس انا بقيت بشوفها دلوقتي في الارضيه. طبعا ده حاجه اسمها الايبوكسي، ماده الايبوكسي في الارض، في البلاط. ما دي ماده ووتر بروف كامله مستوحاه من ماده البورسلين.
هي قويه جدا، هي منع انا ببقى الاحتكاك والبل. معديه في المايه كده وخايفه لا اتبل وانا ماشيه، بتبقى صعبه قوي البص عليها تحس انها حقيقيه بجد. طبعا. طبعا هو الماده بتاعتها الناس كتير قوي بتسال فيها، هل ده لزق او حاجه محطوطه على الارض مش ممكن تغير عايزين لونها نعرف ونقول او للساده الوظيفه بتاعتها؟ المشاهدين معانا النهارده ايه الرسمه اللي بتبقى 3 دي على الارض دي بتتعمل ازاي؟ حاضر علي النهارده. دي سر مهنه يا ناخد جماعه، بس منك لازم سر المهنه بقى النهارده. لازم ابلغكم بيها. اول هام المنظر اللي احنا بنشوفه ده رسمه طبيعيه خالص. احنا بنستخدمها في الماتيريال في 3 انواع، في منها خامه اسمها محببه، وخامه جالاكسي الماني اللي هو النسيج. وطبعا ده الثلاث مراحل، النسيج والجالاكسي الالماني والمحببه. اول حاجه بنعملها في الحمامات، طبعا الناس كلها بتختلف عليها، تقول الحمام مثلا ازاي ان انت تحط رسمه وهيبقى متواجد فيها ميه. الواحد مش هيبقى عارف يفرق ما بين الميه وما بين الرسمه. اوريدي تمام. لو رسمه ما بحر بالزيت دايما. ايوه في الدولفين احنا دايما بنجيب حاجه زي نظام اسطوانه هي مخصوص للحاجات دي. بنقوم بتجليخ البلاط، بنشيل الماده اللامعه اللي احنا اللي بنقول ان الايبوكسي مستوحاه من ماده البورسلين. الماده اللامعه اللي هي موجوده على البورسلين ده هي دي ماده زي نفس الماتيريال بتاعت الايبوكسي، بس بتبقى سايله وبتحط لها ماده المصلب، فاجباري بتبقى زيها زي البلاط، تبقى منع للاحتكاك والبري، وفي نفس الوقت منع للانزلاق. ما حدش يتزحلق لا عليها. لا سيفتي لا لا السيفتي بتاعها عاليه عالي جدا. جدا. اول حاجه بنفرد ماده السيلر ايبوكسي، بعد ما بنجلخ الارضيه بنفرد ماده السيلر ايبوكسي مع الاسمنت الاسود، بنحط نسبه معينه. يا جماعه اسمنت كده ده سر اسود. المهنه كده طلع خالص. اول مره اعرف النهارده ان في اسمنت لونه اسود. لا ازاي بقى؟ بجد طبعا والله اول مره اعرفها. اكياس صغيره كده بتيجي. المهم بنحط الاسمنت، ما هو في اسمنت ابيض طبعا. اسمنت ابيض ده انا الاسمنت التاني الاسود، انا اقول اسمنت فرق بين الاسمنت الابيض والاسود ايه بقى؟ اللون. طبعا تمام. بنفرد الماده بتاعتنا على الارضيه، وتاني يوم بنيجي نصنفرها، وبنفرد الرسمه اللي احنا محتاجينها مع ماده الايبوكسي. ماده الايبوكسي دي يا جماعه زي الميه بالظبط، بتحط عليها مصلب بتبقى زيها زي الحديد. زي الحديد اه بالظبط. طبعا. وبعد كده بنسيبها يوم، وتاني يوم بنيجي نصنفر الارضيه وندي لها ماده الايبوكسي اللي هي بتستوحى ليكي زي الازاز بالظبط. زي الازاز، تحس ان انت ماشي على ازاز. طبعا. في بقى من الحوائط برضو مواد خامات ماتيريال عاليه جدا اللي هو النسيج، ودايما شركه اتش دي ارت يعني متميزه بيها جدا، اللي هو النسيج الالماني كحوائط. وهنشوف مع بعض دلوقتي بعد الفاصل الاولاني ده، هنشوف الصور والرسومات الحاجات اللي اوريدي الشركه منفذاها وعامله ديزاينات جامده جدا بصراحه، رائعه ما اقدرش اكتر من نعرض رائعه. كل الشغل بتاعنا هنعرض ولا حاجه. هنعرض ونخلي الساده المشاهدين هي اللي تحكم على الشغل، بس واضح من كلام حضرتك ان انت شغال باحدث حاجه واحدث صيحات في الديكور والتشطيبات. وفاصل وهنرجع مع بعض تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مهندس إبراهيم حسن مدير شركة اتش دي ارت للتشطيبات والديكورات الحديثة الداخلي وخارجي. طبعا من أبرز أعمالنا تشطيبات متكاملة للفلل الداخل والخارج، بنقوم بعمل 3 دي ماكس متكامل للشقة باختيار العميل من الصور واختيار أفكاره، وبنبدأ بالديزاين متكامل. فريق العمل عندنا بيقوم بالتصميم لجميع الأعمال، الشقة أو الفيلا بنعرضها مع العميل، وبيقوم مهندس من الشركة يعمل معاينة للعميل مجانا، وتصميم متكامل للفيلا بيبقى مجانا. وبعد كده بنبدأ في أهم حاجة أو أهم بند بنقوم بيه، الماتيريال. طبعا عندنا التشطيبات بتبدأ بالمتر مربع بالنسبة لمسطح الأرض، بنبدأ من 1000 جنيه حسب إرادة العميل، وعندنا تشطيب بيبدأ من 1800، عندنا تشطيب بيقوم ب 2500. اللي بيفرق طبعا الكواليتي بالنسبه للماتيريال والخامات والجوده، وبتفرق معانا برضو في تصميم الجبسن بورد، وده اهم بند من بنود التشطيبات. طبعا بنعمل اول شيء بنبدا بيه موضوع تاسيس السباكه والكهرباء. بنقوم بالنسبه للسباكه بنعمل اعمال متكامله رياك سيرم او اكوا سيرم، ده يعتبر اعلى ماتيريال في السوق، اجباري سيان اذا كان البند بيبدا من 1000 جنيه او 2000 او 3. الاعمال الاساسيه اللي احنا بنثبت عليها وبنتميز بيها غير اي شركه ان احنا اهم بنود بنقوم بيه اعمال الباور متكامل واعمال السباكه. ده ما فيش فرق في الماتيريال بالنسبه اللي ب 1000 او 2000 او 3،
اللي بيفرق بين الألف والألفين والتلاتة طبعا الجبسون بورد، وإذا كان أعمال ريسبشن متكامل أبو ألف، 1800 جنيه بنبدأ بأعمال الغرف النوم والليفنج روم متكامل. بنبدأ في أعمال السباكة بالنسبة للصحي في التشطيبات، بنقوم بأعمال بيفرق معانا بقى بالنسبة للألف أو ألفين أو تلاتة اللي هو موضوع السباكة والصرف الصحي، إن إحنا في كليوباترا وفي حاجة اسمها ايديال ستاندر، ان احنا بنعمل تصميمات متكاملة مجانا للعميل، وبيقوم مهندس من الشركة، لدينا فريق متكامل مهندسين عمارة او مهندسين ديكور بيقوموا بعمل ديزاين متكامل للفيلا او الشقة قبل التنفيذ، وبنقوم بتنفيذها مهندس معماري بيقوم اشراف هندسي متكامل من بداية العمل لنهايته لحين تسليم الشقة على المفتاح للعميل. بنشطب الشقة على قد إمكانيات العميل مهما كانت فلوسها. شركتنا بتتميز بأننا بنتعامل مع شركة ألمانية، بنقوم بأحدث الديكورات الحديثة. طبعا فريق العمل بنقوم بيه، طبعا بنقوم بأعمال 3D Max متكامل، عندنا صيحة الأيبوكسي ولسقف المضيئة، الألياف الضوئية، اللسقف المضيئة متكاملة. بنقوم بفريق عمل بفضل الله قمنا بتعليم فريق كامل من ألمانيا في عمل السيلر ايبوكسي، والايبوكسي متكامل بالنسبه للارضيات. اشكركم جدا واتمنى تنورونا في الشركه في اي وقت. ورجعنا لكم بعد الفاصل. الحلقه النهارده جميله وممتعه جدا. عايز تشطب ديكور شقتك، عايز الفيلا بتاعتك تبقى جميلة ورائعة، لازم تختار الماتيريال الصح، لازم تختار الكالر الصح، لازم تختار الديزاين الصح. يعني شقتك لازم تكون متكاملة من كله، لازم تكون متكاملة ايه من كله. واحنا بنقول للسادة المشاهدين النهاردة شركة اتش دي ارت للتشطيبات والديكور عاملة عروض جميلة جدا ورائعة قوي، وبدأ بسعر في متناول الجميع 1000 جنيه. ده يعني الحمد لله حاجة كويسة جدا، وبتستلم الشقة بتديها على المفتاح وتستلمها على المفتاح. تعالوا نعرض دلوقتي مع بعض اهم الصور اللي الشركه عملتها، ونشوف كل صوره من دول معموله بايه وايه الماده اللي مصنوعه منها. تمام، اهي اول صوره موجوده عندنا. حلو اللون الابيض قوي في البامبي، جميل مريح للعين، وحلو لاوض الاطفال بيتهيألي. اكيد طبعا. نشوف الصوره اللي بعد. السقف اللي موجود ده بقى السقف يعني جبسن بورج. ده جبسن بورد اكيد، ومعمول له ديزاين كويس بالنسبه للمساحه بتاعته. طبعا احنا ما عملناهاش غير لما رفعنا مقاسات السقف الاول. تمام. ما ينفعش ان انا اعمل الديزاين ده، برضو احنا قلناها كذا مره ما ينفعش تقليد اي صور على للمساحات. الانترنت يعني. تمام. انا المساحه ديت هي اللي مدياني مستوحاه ان انا اقدر اعمل الدوران، واقدر اقفل المكان فلات او اعمله بانوه داير ما يدور او كده. الصوره دي تحس انها ملائكيه كده. لا اكيد طبعا. والدولاب ده ممكن يدخل في الحيطه عادي. والله يا جماعه الديزاين ده فكره طفله صغيره، يعني الطفله هي اللي هي اللي مختاره الديزاين ده. بجد جميل. ده برضو ديزاين كان معمول كفكره فراشه بالنسبه لطفله. الفكر الخارجي بالنسبه للفراشه ديت، طبعا انا يا جماعه ما بحبش ان انا اعمل جبسن بورد في الحوائط. دايما بعتمد اعتماد كلي على الجبسن بورد في السقف. لكن اي ديزاين بتشوفوه موجود عندي لازم اجباري بعمله خشب. خشب. طبعا. نشوف الصوره اللي بعدها. ده غرفه نوم. انا ملاحظه برضو ان كل التصميمات فيها هدوء غير طبيعي. انا بعتمد دايما بعشق حاجه اسمها سيمبل. بحب الحاجه الهاديه والراقيه. حاجه سيمبل جميله يا جماعه. مش معظم العملاء والالوانات الاوفر. ده ريسبشن مش كده؟ طبعا. شكله مش بيضاوي، المساحه بتاعته ضيقه جدا، فبيجبرني ان انا اعمل له التصميم بتاعه بنفس الشكل البيضاوي اللي انتم شايفينه، عشان يدي متسع للعين. تمام. في الجنب دي ده حيطه. ده ال 3 دي اللي احنا بنتكلم عليه، ده جنب 3 دي متكامل. ده يا جماعه النسيج الماني ووتر بروف، مانع للاحتكاك والبري، ما بيتقطعش، قطعه واحده ما فيهوش فواصل. ده تجليد، ده شغل تجليد عمدان. الديزاين اللي انتم شايفينه قدامكم ده يعني العمود ده جلد متجلد وليس جلد. طبعا. ده برضو بنعمله في مهندسين كتير جدا بيعتمدوا عليه ان هو يعملوه جبسن بورد. انا بعشق حاجه اسمها خشب صراحه، يعني كماتيريال وككواليتي حاجه عاليه وحاجه قويه. عندنا اطفال طبعا
بيحصل فيه حركه، فمش عايز احتكاكه بريء بالنسبه للحاجات اللي هي متناوله للاطفال. تمام، نشوف التصميم اللي بعده. ده تحفه جدا. ده برضو اكيد ده حاجه اسمها 3D، جنبه متكامل، قطعه واحده ووتر بروف كامل، مانع للاحتكاك والبري. بس سؤال، هل الحيطه دي فيها لند مضيئه؟ انا حاسه فيها نور. لان الديزاين التصميم نفسه منور. ده بنعتمد على الباور بالنسبه للسبوتات والماتيريال بتاعتها بس. لكن هي تمام. دي شكل مكتبه، وده برضو ريسبشن. الالوان كلها يا جماعه في التنسيق بتاعتي انا بعتمد عليها مع انت من التصميمات دي تحس ان انت في السماء. اكيد اوريدي تحس احساس السحاب. اي ديزاينر فنان بيحب ان هو يدخل نفسه في عالم الخيال زي ما بيقولوها. ايوه انا حاسه ان كل التصميمات تحس ان انت في عالم روم. خيالي. المنظر ده في ليفنج روم، اعتماد كلي على الماتيريال خشب. لو انتوا يعني لو قربنا شويه من الصوره تلاقوها الاعتماد كامل على الخشب. نشوف التصميم اللي بعده. تحس ان في طاقه نور في السماء. ده طرقه، والتقسيم اللي موجود فوق ده طبعا تبع النقاشه. ربنا يبارك في الطقم بتاعنا، يعني ما شاء الله قايمين على اعلى مستوى. اجباري ده باور. ده طرقه ومعتمدين على الجبسن بورد والباور بتاعها. بالنسبه للسبوت لايت اللي موجود فوق ده هو اللي بيديني الديزاين وبيديني الماتيريال بتاعته. طب بالنسبه للحوائط بقى، في حوائط ممكن اصممها وتبقى حوائط معلقه؟ اكيد اوريدي. اكيد اللي انت قصدك عليه ده اللي احنا بنعمل الحوائط المعلقه، مضيئه ومعلقه. ده بنعتمد عليه في الاسقف المضيئه، الاسقف المضيئة اللي هو ال 3D، وبنعتمد على الياف ضوئيه والاناره بتاعتها. طب هل حضرتك بتختار التصميم بس والالوان، ولا ممكن كمان تختار الفورنيتشر الاساس نفسه؟ اكيد اي ديزاينر بينفذ شغل اللي بيشتغل يا جماعه، اكيد المهندسين كلهم عارفين حاجه زي كده. اي مهندس بيصمم او شغال انتيرور او ديزاينر، اجباري لازم ينسق البلوكات بتاعته، اللي هو الفرش. بالنسبه لنا احنا الفرش بتاعه تنسيقه هو بيعتمد مع العميل، وبيعرفه ان المساحه بتاعتي ديت ممكن تشيل معايا سفره، ممكن تشيل انتريه، ممكن تشيل كذا. فهو اللي بيقسم المكان نفسه. لكن اختيار الفورنيشر نفسه مش تخصصك، انك تروح معاه مثلا دمياط، تروح معاه المحلات وتختار له الفورنيشر نفسها. لو حد يعني برايفت تبعنا يعني اجباري لازم اختار له. انا ممكن ادي له كديزاين. لو انتوا لاحظتوا في الصور، احنا دايما في الديزاين بنعتمد ان احنا نفرش المكان عشان نقدر نحدد المكان بتاعنا. تفرشه الاول قبل ما تكمل تصميم. انا دلوقتي عملت الديزاين بتاعي، رفعت الفيس بتاعي وعملت بلوك كامل، عملت الريسبشن مثلا، بدات ان انا ادي الماتيريال بتاعتي الالوان اجباري. وبعد ما بعمل السقف المضيء واركب السبوتات بتاعتي اجباري، لازم اقسم وحده الارض الفيس بتاعتي لازم اقسمها. يعني في انتريه، في سفره، في صالون، في سرير، كذا. ده لازم اجباري من المهندس، هو بيعمله. المهندس هو اللي يختاره. طبعا. الديزاينر ازاي بقى؟ ونرجع نشوف مع بعض دلوقتي بقيه الديكورات اللي موجوده معانا النهارده. احنا معانا كوكبه رائعه جدا تتفرج عليها، وانا مبسوطه قوي وفرحانه وانا بشوفها. نشوفها كده مع بعض. ده ايه؟ قربوا شويه يا جماعه، انا مش شايف. نغير. طب نشوف الديكور اللي بعده، التصميم اللي بعده. ديت برج كان معايا يا جماعه في منيا القمح، 6 ادوار، بتاع الحاج احمد جوهر. ما شاء الله عليه. صديق عزيز عليا قوي يعني، واخ فاضل. ده شغل تصميمات خشب. ده زي نظام عامله ارج فاصل بين الريسبشن وبين السفره. نشوف اللي بعده. حلو انه اللون اللبني قوي. حسن اللون اللبني ده جميل، مريح للعين برضه. تنسيق الالوان طبعا اوريدي احنا بنتفق مع العميل ومع المهندس. يعني ما ننكرش الفضل ان العميل ليه طرف معانا في موضوع تنسيق الالوان. انا بنسق الواني وهو اللي بيحدد الوانه بالظبط، الكلر بتاعه هو اللي بيحدده. لكن ممكن في لون يتداخل لون مثلا ما ينفعش او لا يليق بالمكان، فانا اوريدي براجعه عنه. بتراجع معي؟ طبعا. تمام. ده باب في ريسبشن صح؟ ده الريسبشن اللي احنا قلنا عليه، البرج الحاج احمد. ما فيهوش حاجه، حاسه ان الريسبشن سامبل جدا، بس فيه وسع غير طبيعي. طبعا. ده اعمالي. ده الحائط ده للاسف يا جماعه ده جبسن بورد يعني. بس ده متطلبات العميل. الماتيريال يعني العميل طالب ان الجبس ده يبقى على الحيطه. طبعا. السقف فلات كامل طبعا، واخد البانل بتاعه متكامل. بالنسبه لاعمال الباور، هو كان عايز نسبه الاضاءه فيه عاليه،
عندنا الرسم اللي موجود على الحائط ده احنا بنسميه رسم هندسي اجباري، الداخل فيه ده ليد ورم اللي هو المتواجد، الاضاءه الصفراء دي يا جماعه ديت ليد ورم، اضاءه مخفيه زي ما بنسميها يعني. تمام. نشوف التصميم اللي بعده. ده ريسبشن مودرنج. نقرب كده يا جماعه. طب هل انت كمان بتختار الستاير؟ يعني طبعا حتى الكالر بتاع الستاير انت اللي طبعا بتختاره؟ انا اللي بحدد الالوان بتاعتها والخامه اللي معموله منها الستاره. ماتيريال طبعا انا اللي بحددها. برافو بجد، ده تصميم ده متكامل. ده السقف المضيء اللي احنا اتكلمنا فيه، ده ال 3 دي، ده سقف مضيء كامل، والخلفيه طبعا بيبقى فيه نجوم وفي شهب حسب ذوق العميل فيها. جميله 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 طبعا جدا. طبعا احنا لو طفينا البانل كامل الاضاءه بنلاقي الانوار مضيئه من فوق بالنسبه للسقف ده. مش رسومات، ده سقف مضيء وليس رسومات. تمام، نشوف التصميم اللي بعده. دي بقى حاجات كده يعني دي حاجات سبيشال بقى كده، من الخيال شويه بقى. دايما في طبعًا. التمثيل ديت طبعا شجره مستوحاه، حاجات رقيقه جدا احنا بنقوم بعملها بالنسبه كديزاينر او مصمم، وبعد كده بننفذها على ارض الواقع فبتطلع حاجات ما شاء الله تحسها حقيقيه قوي. طبعا تحسها انها زهره جدا. طب هل دي تابلو ولا ممكن حيطه كامله يتحط عليها شجره زي دي؟ التابلو لا، ممكن يتعمل في تابلو مثلا ويتركب في الحيطه. طبعا. طبعا ده طرق التوزيع بالنسبه للفيلا. الاعمال الرسومات اللي موجوده فيها ده رسم هندسي متكامل. طبعا بنقوم عليه، ممكن في ناس بتعملها بالازاز وفي ناس بتعملها بالسي ان سي وفي مهندسين بيعملوها بالجبسون بورد. طب ايه النصيحه بقى اللي باشمهندس ابراهيم ينصحها للي جاي يشطب شقته؟ والله نصيحه لله طبعا. ايوه حاجه دي هنقولها بقى، انا مش عايزك تتكلف وتصرف كتير وخلاص. دايما لما يعني اي حد بيشتري شقه يعتمد اعتماد كلي، اهم حاجه عنده قبل ما يشتري نص التشطيب يبص على اعمال المحاره يا جماعه. اعمال المحاره للاسف بالنسبه للشركات الام اللي بتشتري اللي بتبني برج من البدايه للنهايه، احنا ما بنقللش في المهندسين المدني بتوعنا ولا حاجه. لا بالعكس، بس هم للاسف انه بيعتمدوا على مقاولين او ناس صنايعيه بتقوم ان هم عايزين يفرضوا امطار باي وسيله وخلاص. فيجي طبعا اللي بيقع في المشكله دي مهندس الديكور او مهندس اللي بيشطب الشقه. يا عيني، بتلاقي فرق يعني. انا اقرب مثل جامد جدا، شقه اخويا كبير دكتور كامل، قمت طبعا عشان اشطب الشقه لقيت فرق في المحاره 12 سنتي. يا الله، كتير جدا 12 سنتي. اول حاجه قوي. قمت بيها كسرت الشقه كامل ما شاء الله، كسرنا المحاره كلها والله. اظن اتخض بقى. هو نصيبنا كده. فدايما الشقه لو اشتريتها على الطوب الاحمر بتبقى افضل لك 100%، لان اعمال الكهرباء بتقدر ان انت توزع توزيعك وتنسيق البرايز والدش كداتا واعمال الساوند سيستم والانترنت والحاجات دي. يا جماعه البرايز والشلينات، ولا احنا طبعا كمشاهدين مش فاهمين في اللغه دي طبعا. لا يا جماعة، هم علشان في المهنه دي عارفين. لا احنا بنتكلم مع عملاء. الفيشه بتاعت الكهرباء، الفيشه دي اسمها برايز عادي بقى. عرفنا كده عشان نبقى فاهمين ده ايه وده ايه وده ايه. المطابخ احنا دايما بنعتمد ان الفيش الكهرباء، هنقول فيش بقى يا جماعه عشان ما نقدرش. ايوه نستخدم اللغه الدارجه اللي احنا عارفينها. البرايز بالنسبه للمطابخ لازم نعمل اعمال قوه، برايز قوه، ده اجباري وليس اختياري. للاسف ان احنا لو جبنا صنايعي، احنا كل واحد بيشطب شقته سيان لو جاب صنايعي مثلا، مفيش تحديد لنيات الباور، الاسلاك نفسها ممكن مفيش حاجه اسمها توزيع القوه، ازاي ان انا ادي مسار للكهرباء بالنسبه للمطبخ، لان احنا عندنا طبعا في مايكروويف، في خلاطات، في سخان، في حاجات كتير قوي بتبقى متواجده فين؟ في المطبخ. فاجباري لو السلك 1.5 ملي اللي هو الضعيف بيعمل معاه شورت في المفتاح طبعا، يحصل قفله على طول. اكيد ده اوريدي 100%. بيحصل في برضو اماكن كتير. من الاخطاء اللي بنقع فيها بالنسبه للتكييفات. تمام. التكييف 1.5 بياخد قد ايه السلك بتاعه؟ قوه التحميل بتاعته، قوه التحميل اكتر. دايما بنبدا من 3 ملي في 1.5، ال 2.25 بنبدا في 4، الثلاثه واللي واحنا طالعين بنبدا دايما في 6 ملي، وده بيبقى بقوه التيار بتبقى الانصهار فيها قليل جدا بالنسبه. تمام. لسمك الكهرباء. اعمال النقاشه في كتير قوي قوي بيعتمدوا، ان اقول لك مثلا الصنايعي، احنا معتمدين في صنايعي يا باشمهندس، احنا كلمنا الصنايعي النهارده وقال ده يا جماعه انا هختلف عن زميلي، انا ممكن اسحب لك 3 سكاكين معجون وهعمل لك دهاره وبطانه، بيعمل ليله كبيره قوي للعميل. لا ده حاجه يعني احنا بنلزم الامانه. الامانه هي اللي بتفرق، اللي يفرق من معايا مهندس بالنسبة لمهندس. بالنسبه اللي بتفرق معايا في الحوائط يا جماعه، ده حاجه للكل.
اول هام ان انا ما بعتمدش على سكينه او اتنين او تلاته، انا اهم حاجه عندي ان الحيطه تبقى ستريت. سيان سحبت سكينه سكينتين معجون، لازم اعمل حاجه عزل بين السكينتين وبعض. يعني المعجون مثلا واحد ممكن يسحب 3 سكاكين معجون، ده اكبر غلط. ده اجباري لازم يحصل فيه تشققات في طبعا. الفينش النهائي هو اللي يكون ملمسه كويس، الطالع الفينش حلو، مش بكتر الحاجه، مش لا بكتر لا لا مش بكترها، مش بكترها. لا لا اهم حاجه اللمسه الفنيه الاخيره بالنسبه لمهندس او صنايعي، تفرق من صنايعي لصنايعي. اصرف كتير واغلى حاجه، هو مش بالغلو، هو ممكن حاجه تبقى سيمبل جدا ومش مكلفه قوي، بس تشوفها تلاقيها مبهره جدا. والله يا جماعه انا مش دعايه للمهندسين ولا حاجه، دايما لو بتشطب شقتك هتوفر لك كتير قوي 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 لما تعتمد على مهندس ان هو ينسق لك شقتك، يقوم لك بالاعمال بتاعتها، هيقدر يتواصل مع الصنايعي، يقدر يوصل له وجهه نظره، لان الصنايعي اهم حاجه عنده ان هو شغال بحاجه اسمها المتر. انا شغال في متر نقاشه ب 20 جنيه يا باشمهندس، طب تعال اشتغل، يجي يروح جاي ساحب سكينتين معجون وتلاقي في ريجه موجوده في الحيطه ما بيعالجهاش. لازم الضمير. طبعا لازم الضمير. ويدي بقى طبعا القطيفه دلوقتي يا جماعه بتداري اي عيوب، ده اكيد. طبعا. فبيروح جاي مديها ومدي لك ملمس كويس، لكن المهندس بيقوم على اسس وقوانين هو اتعلمها وقام بيها قبل كده مره واثنين وثلاثه، يقدر يقنع الصنايعي يقول له انا عايز 1 2 3 4، ده في كل البنود وليس بند واحد بس. بالظبط. تعالى مع بعض نشوف تاني الصور الموجوده النهارده. تعالوا نتفرج كده على بقيه الديكورات اللي الشركه اتش دي ارت للديكورات والتشطيبات هي اللي عاملاها. الصور دي يا جماعه مش على النت، الصور دي فعلا اوريدي سابقت اعمالهم. نتفرج كده مع بعض. نعلق كده مع بعض. دي احنا شفنا التصميم ده. التصميم ده لسه اول مره يتعرض معانا النهارده. دي حاجات سيمبل بسيطه جدا وفكرتها بسيطه قوي، اي حد يقدر يعملها في البيت، سيان مهندس او دي خشب. ده طبعا خشب. نشوف التصميم اللي بعده. الله الله الله، بجد عامل زي ما تكون احنا في الخريف والاضاءه دي بارزه الاوراق جدا. دي حيطه ولا تابلو؟ لا يا جماعه دي تابلو، احنا عاملينه من اشكال هندسيه من رسومات اللي هو السلك يا جماعه. انا هقولها بقى وضميرنا الى الله. ده السلك بتاع منشر الغسيل يا جماعه. احنا بناخد من الاسلاك دي بنشتريها صلب وبنبدا نعمل الشكل المتواجد ده، وبندي له ماتيريال كاضاءه ووتر بروف كامل برضو من الداخل، وده الورم بالنسبه لنا. طيب نشوف التصميم اللي بعده. ده نفس الطريقه، خشب في غرف اطفال، بنعملها بلوكات بالنسبه للكتب والحاجات دي، تبقى اشكال جميله جدا وسيمبل هاديه في بالنسبه. ده عباره عن ايه ده يا باشمهندس؟ نعم، عباره عن ايه؟ دبليو مقلوبه يا جماعه. عارفه الدبليو مقلوبه؟ وده شكل خلايا النحل مش كده؟ اكيد اوريدي. لذيذه. وده ودي نفس الطريقه برضو. دي كلها اعمال خشب. تمام. ده عباره عن ايه؟ شغل ده شغل الراوتر يا جماعه، اللي هو اللي ورا ده، اللي هو في خلفيه الشاشه، لان مكان الريسبشن اصلا برضو كان مساحته 3 متر 20، فما كانش ينفع ان احنا ندي مساحه كبيره قوي للمكتبه والحاجات دي. نشوف اللي بعده. ماشي. ايه ده؟ عباره عن سفينه. ده سلم دوبلكس في فيلا. ده سلم. طبعا. ده الدوبلكس اللي موجود اللي بيطلعني للدور الثاني بالنسبه للفيلل. انت بتصمم السلم ولا الحيطان اللي حوالين السلم؟ لا، احنا شركه تشطيبات متكامله، بنقوم بجميع الاعمال. احنا بنستلم الوحده اذا كانت على المحاره، بنسلمها زي ما احنا قلنا على الفينش الاخير، بنسلمها على المفتاح. برافو. ده ريسبشن برضو يا جماعه، برضو نفس الطريقه دي، مكتبه. دايما في معظم اعمالنا بالميل للمكاتب الخشب، لان في الجبسن بورد يعني وملاحظه برضو ان انت الكواليتي بتاعها ضعيف. بتميل للنور المتغطي، الكهرباء المتغطيه، الاضاءه الخافته بالنسبه للاعمال بتاعتنا. ده طبعا ديت بالنسبه للبنوهات وبيت النور زي ما بيقولوها يعني معظم العملاء، ده بيت النور. مدخل شكله جميل. الحيطه بقى اللي مصنوع منها اللي جنب السلم دي، ده حجر. ده حجر. انت بتستخدم الاحجار في الحيطان بس؟ اكيد. بس لا، مش بس، في شغل معانا تاني، في ورق 3D، في بلاطات فيوتك، في حاجات كتيره جدا، في خشب بنقوم بيه سي ان سي، في اعمال بلاطات خشب برضو، في اعمال كتيره جدا بنقوم فيها بالحوائط. يعني نشوف اللي بعده. دي اعمال باور، دي ابليك يا جماعه عادي خالص. الله، بس الاضاءه عامله رسمه جميله. طبعا
بيدي اشكال جميله جدا، هو في متناول الجميع، موجود في السوق كامل، بس المشكله في توزيعها وتنسيق المكان. كمهندس او عميل بيقوم بتشطيب شقته، الحاجات دي موجوده كتيره جدا في السوق، يعني ما بنجيبش حاجه من على النت او اي شيء مش موجود في السوق. اي مهندس معماري بيعمل اي ديزاين اجباري لازم يكون متناول الجميع وموجود في السوق، لان احنا بنقع في اخطاء من المهندسين زمايلنا كتير قوي، ان هو بيعمل ديزاين من مستوحاه خياله ونيجي ندور على الماتيريال ما بنلاقيهوش، فدي عقبه كبيره جدا بنقابلها في حياتنا يعني. والله التصميمات كلها جميله قوي ورائعه جدا تمام. بجد يعني انا مبهوره قوي، واكيد الساده المشاهدين اللي شافوا التصميمات دي هيبقوا مبهورين جدا، ويتمنوا ان هم يشطبوا شقتهم في شركه اتش دي ارت. ربنا يحفظكم. تمام. ايه اللي الشركه ممكن تقدمه للعميل مختلف عن اي شركه تانية؟ والله احنا عندنا اسعار جبسن بورد، احنا بنقوم دلوقتي المتر الطولي او المسطح. طبعا الشركات كلها ما شاء الله بتسمعوا اسعار مهوله الشكل، يعني في فلكية. 140 150 160 120. احنا عندنا عروضات كتيره جدا منزلينها بقالنا اكتر من شهرين. عندنا المتر جبسن بورد كنف، الصاج بتاعه 4 مللي. يا جماعه ما فيش حاجه في السوق اسمها صاج 4 مللي، هو 3.8، برضو لازم يبقى العميل عارف حاجه زي كده. كنف يعتبر اعلى ماتيريال، مفيش جبسن بورد مستورد من بره، هو الماتيريال بتاعته الخامات بس اللي مستورده من بره، لكن كل المصانع موجوده في مصر. طب التايم بقى، التايم ده مهم جدا، انا بدي المفتاح لمهندس الديكور واقول له شطب لي شقتي في شهر. تمام. ممكن يقعد 6 شهور او سنه كمان. لا صعب جدا، مش عندنا الكلام ده والله. انا عايزه اللي يصمم الديكور لازم يكون عنده امانه في التوقيت، امانه في الماتيريال، يهمني جدا في المجال ده، اصلا كعميل مش عارف الديكورات اللي استخدمتها ايه، ومش عارف دي بتتكلف كام. اكيد. احنا اول حاجه بنعتمد عليها ان احنا عندنا في العقد بتاع الشركه بتاعتنا بنقوم بيها، بنحدد جميع الاعمال اللي موجوده في العقد. يعني مثلا اذا كانت الصحي مثلا بالنسبه للسباكه الصحي اللي هو القعده والحوض والحاجات ديت، في عندنا كليوباترا وفي ايديال ستاندر. طبعا بالنسبه للاسعار مثلا ابو 1000 جنيه او 1800، بحدد ابو 1000 جنيه بقول له ان انا هجيب لك قعده كليوباترا. بالنسبه لابو 1800 بقول له هجيب لك اعمالك ايديال ستاندر، هجيب لك مثلا في الشاور بوكس كذا، فكل شيء متحدد في عندنا في العقد. يعني التايم في العقد والماتيريال في العقد، الاسلاك الباور كل الماتيريال متواجد بالالف والياء، موجود في قلب العقد، واحنا بنقوم بامضاء العقد معاه ومع العميل، بتبقى معايا نسخه معايا ومعاه علشان انتوا تحتكموا ليها في النهايه. بنحدد الوقت بالظبط، بس اول اي حاجه احنا بنقولها للعملاء اجباري ان انت ما تعطلنيش عن فلوس، انا مش هعطلك على شغلك في التنفيذ. تمام. صح. تمام. فريق طيب العمل عندنا متكامل. كلمة طبعا كلمه اخيره من البشمهندس ابراهيم لاي عميل النهارده بيتفرج على الديكورات اللي موجوده وعايز ينفذ معاكم في الشركه، تقول له ايه النهارده بقى؟ هتقدم له ايه لبرنامج حياتنا في قناه الصحه والجمال؟ هتقول له ايه؟ انا قلت لهم كل شيء وفتحت لهم سر المهنه كامل. كم حلو جدا. دايما يا جماعه يعني ما تقلقش، عايزين نقول له ما تقلقش، الديزاين هيبقى تمام في التايم المحدد. قول يلا. اكيد اول حاجه ان انت نختلف فيها مع بعض مع العملاء، اول هام ان انت ما تعتمدش على صنايعي انه ذو حرفه. ده اكيد 100% مش هيديك الخيال العلمي اللي انت متخيله لمكانك. مع ان احنا بنشجع الحرفيين، بس احنا عايزينها تبقى في منظورة. لا، هو الحرفي في مهنته يا جماعه. الحرفي هو دكتور في مجاله، لكن مش دكتور ان هو مثلا واحد نقاش يجيب لك واحد سباك ويقول لك انا هشتغل. ايوه، ادي العيش بقى زي ما بيقولوا كده الخبيز، وهو اللي هيقيه. ده اكيد مش هيجيب لي واحد بتاع جبسن بورد يقول له اطلع فوق واعمل لي التصميم ده، هيقف ازاي؟ هيفرق بين اذا كان في مثلا السقف يفرق معايا سم سم ونص، ازاي يهرب بالمساحه بتاعته؟ اوريدي ده المهندس اجباري لازم يكون عارف الحاجات دي. تمام. احنا بنشكرك جدا جدا على الحلقه الجميله دي، احنا استفدنا واتفرجنا على ديزاينات جميله جدا. بنشكر الباشمهندس ابراهيم احمد، رئيس مجلس إدارة شركة اتش دي ارت للديكورات، واتمنى تكون الحلقة عجبتكم جدا، واستنونا في الحلقة الجاية، وكل سنة وانتم طيبين. شكرا لحضراتكم ان شاء الله.